وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نورمين هم، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين. اول واحده هتكون اوراك الدجاج بجليز العسل والمستردة، وتاني وصفه هتكون كيكه الخوخ المقلوبه. بالنسبه للدجاج بجليز العسل والمستردة، عندنا ربع كوب مستردة بودره، ربع كوب ميه سخنه، 6 معالق كبيره عسل ابيض، 3 معالق كبيره صويا صوص، نص معلقه صغيره ثوم، ملح وفلفل حسب المذاق، 500 جرام جزر هيكون مقطع بالشكل ده، يعني جزره بالطول كده على 4، و500 جرام بطاطس تكون شرائح حوالي 1 سنتي. عندنا ربع كوب زيت و6 ورق دجاج وبصل اخضر للتزيين. اوكي، هنبتدي باننا نحط المسترد مع الميه السخنه وندوبهم مع بعض كويس. لو مش عايزين نعمل الجزئيه دي، ممكن نجيب مسترد جاهزه سائله عاديه من العلبه بتاعتها ونستعملها على طول، بس دي بيبقى طعمها اقوى، يعني بتبقى تركيز المستردة عالي في الوصفة، فبنحس بطعم المستردة أكتر من لو حطينا مستردة من الجاهزة. ريحتها حتى طالعة باينة قوي، وده هيخلي طعم الفراخ باينة في المستردة أكتر. دلوقتي أحط معاها العسل الثوم، صوص الصويا، الزيت والملح والفلفل. وهنخلطهم كلهم مع بعض. وده هيكون الصوص بتاعنا. هشيل جزء منه حوالي تلته، خليه على جنب لان ده هدهن بيه الفراخ وهي في الفرن. كل شويه هطلع الفراخ ادهنها بفرشه من الصوص ده، والصوص ده مش مفروض يكون تلمس مع الفراخ النيه، لان احنا على الاواخر بنبقى بندهنه فوق الفراخ خلاص مستويه على الفرن، فما ينفعش نحط فراخ النيه في الصوص اللي هندهن بيه فراخ تكون استوت. هاخد الفراخ واحطها في التتبيله، وطبعا لو سبناها طول الليل في التلاجه مع التتبيله دي هتديها طعم كمان احلى واحلى. وطبعا اللون بتاع الصوص الصويا هيدي الفراخ لون حلو زي ما احنا شايفين. وزي ما قلنا يفضل طبعا تتساب طول الليل في التتبيلة دي. ودلوقتي هجيب البطاطس هحطها في الصينية. ايدي دي ايوه فيها مطرح الفراخ، بس انا هحط الفراخ فوقهم فمش هتفرق. والجزر، ونبتدي نرص الفراخ فوق الخضار. طبعا نحط خضار زي ما احنا عايزين، الخضار اللي بنحبه ممكن نحطه
مع الفراخ. ودلوقتي اخد بقية الصوص وهنحطه فوق الفراخ والخضار. هندخلها فرن بدرجة حرارة 180، وهتقعد في الفرن طبعا لحد الفراخ ما تستوي خالص، حوالي مثلا ساعة إلا ربع. لو عايزين في الأول نغطيها ربع ساعة ممكن، لكن هي من غير غطاء هتستوي، لأن دي أوراق فطبعا مش بتحتاج وقت، يعني مش هتنشف من الفرن زي الصدور. وزي ما قلنا بقيت التتبيلة اللي حضرناها، كل شوية هنطلع الفراخ، كل 10 دقايق مثلا نطلع الفراخ وندهنها علشان الجلد بتاعها يكتسب لون أحلى لحد ما تستوي. أدخلها الفرن. وده بيكون شكل الفراخ بعد ما بتطلع من الفرن، وممكن نرش شوية بصل أخضر عليها يديها لون حلو. زي ما احنا شايفين لونها حلو و الجلد بتاعها بيبقى مقرمش وهي بتبقى طرية. فيا رب تجربوها وتعجبكم. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة. نطلع فاصل وبعد كده نعمل كيكة الخوخ المقلوبة مع بعض. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل. كنا قبل الفاصل عملنا مع بعض فراخ مع جليز العسل والمستردة، ودلوقتي نعمل مع بعض كيكة الخوخ المقلوبة. بالنسبة للكارميل اللي هنعمله لكيك الخوخ، عندنا 100 جرام سكر، 60 مليلتر مية، وعندنا خوخ يكفي ان احنا نملى قاع الصينية بيه. احنا احتاجنا حوالي 8 او 9 خوخات. بالنسبة للكيك عندنا 240 جرام زبدة، 300 جرام سكر، 260 جرام دقيق، 1.5 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 0.5 معلقة صغيرة جوزة الطيب، و6 بيضات. اول حاجة نبتدي بيها هنبتدي بالكراميل. هحط السكر على النار وهعمله بالطريقة الجافة، يعني مش هحط مية عليه في الأول، هحط مية عليه في الآخر علشان عايزاه يبقى أخف شوية. وهنقلب لحد السكر كله ما يدوب وياخد لون الكراميل الحلو علشان يدي للخوخ وللكيكة لون يكون لون شكله حلو، ويدينا كمان طعم الكراميل مع الخوخ، هيبقى ان شاء الله طعم يعجبكم. لو احنا مش بنرتاح قوي ان احنا نعمل الكراميل من بالطريقه الجافه دي، ممكن نحط الميه معاه من الاول ونسيبه برضو لحد ما ياخد لون الكراميل، بس هنحتاج نرجع نحط شويه ميه في الاخر علشان نخففه شويه. ولما نعمل كراميل دايما يستحسن ان احنا نعمله في طاسة او حلة او اي حاجة يبقى لونها فاتح، ما تبقاش لونها اسود غامق.
لان بيبقى صعب قوي ان احنا نقدر اللون وصل للون المظبوط ولا لا. لما بتبقى الصينيه غامقه بيبقى لونه غامق من بدري قوي، بس في الحقيقه بيبقى لسه ما تكرملش كفايه. اوكي كده كده السكر اتكرمل، باين لونه زي ما احنا شايفين لون الكراميل غامق شويه. نحط عليه الميه ونبعد عنه لان طبعا هيطرطش وهيطلع بخار كتير. دلوقتي بعد ما نضيف الميه نبتدي نخليه يغلي على النار كده دقيقه، ونتاكد ان السكر كله رجع داب تاني، لان طبعا لما بنحط ميه درجه الحراره بتاعتها اوطى كتير من درجه حراره الكراميل فبتخليه يتماسك، فنتاكد بس انه رجع ساح تاني، وبعد كده بنحطه في الصينيه. اوكي نخلي بالنا لان الصينيه هتبقى سخنه قوي فما نمسكهاش من القاع، نمسكها من الحواف ونفرد الكراميل في الصينيه. دلوقتي هنرص الخوخ، هناخد الخوخ ونرصه، الجزء اللي هو كان فيه البذره هو اللي هيكون لتحت. هنبتدي نرص الخوخ في الصينيه، عايزين نملى القاع بتاعها خالص. كده زي ما احنا شايفين الحجم ده اخد حوالي 9 خوخات. دلوقتي نبتدي نعمل الكيك. هحط الزبدة وهحط معاها السكر وهضربهم مع بعض لحد لون الزبدة ما يبتدي يبقى افتح شوية والخليط يبقى شكله هش شوية، وبعدين هبتدي أضيف البيض واحدة واحدة. بالنسبة للبيكنج باودر ولجوز الطيب ممكن أحطهم مع الدقيق من دلوقتي، وده هيكون آخر حاجة بحطها فوق الخليط. نبتدي نضرب الزبدة والسكر. ودلوقتي ابتدي انزل الزبده من الجوانب علشان لما ابتدي احط البيض واحده واحده تختلط معاها كويس. اوكي اشغل العجان وابتدي انزل البيض واحده واحده.
نتأكد برضو ان كل حاجة اختلطت مع بعض كويس. ودلوقتي اخر حاجة حطها هتكون الدقيق البيكنج باودر وجوز الطيب. ونخلطهم كلهم مع بعض وما نطولش في الخلط، مش عايزين قوي خلوط الجلوتين، يدوب بس يختلطوا مع بعض. وبعد كده هنحطها فوق الخبز. اوكي كده خليط الكيك جاهز. بنرجع نقلب علشان نتأكد ان مفيش حاجة في قاع البول ما اختلطتش بالباقي، وهنحط الخليط في الصينية فوق الكراميل وفوق الخوخ. ونفردها فوق الخوخ. نوصلها للجناب. ودلوقتي الكيك جاهزة انها تدخل الفرن. هتدخل على درجة حرارة 160 درجة مئوية وهتقعد حوالي 45 دقيقة في الفرن. وده بيكون شكل الكيك. وزي ما احنا شايفين الخوخ وكمان الكيك بيتشربوا بالكراميل، والطعم ان شاء الله يعجبكم. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. عملنا فيها فراخ بجليز العسل والمستردة، وعملنا فيها كيكة الخوخ المقلوبة. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم في الحلقات الجاية على خير الله ان شاء الله.